أهلا. بس أنت حكيت إنه عن النكت السافلة يعني بالمصطلح هذا. بالنسبة للنكت السافلة يعني بترضاه تحكيها قدام أي شخص أو أي واحد بالفكر هذا يعني؟ بترضاش تحكيها قدام أمك مثلاً، قدام أختك، مش قدام أي شخص تحكيها؟ تمام، فأكيد ما راح ترضاه أنت تطلع على السوشيال ميديا وتحكيها. النكت السافلة هي موجودة في المجتمع، شاء من شاء وأبى من أبى، هذا إشي ملوش علاقة بإنه أنا أوافق الرأي إنها تكون موجودة أو إنها تنتفي. أنا بحكي بفكرة إنه اللي بده يحكي نكت سافلة راح يحكي شئت أنا أو أنا رفضت. الفكرة إنه أنا يا بحضره يا إما ما بحضره. بس أنت مع إنه تنقال عادي؟ أنا مش مع إنها تنقال، أنا مش مع إنه أي إشي، أنا مش مع إنه أي إشي ما يكون حر. يعني لأنه تنقال، أنت على فضاء حر. هلأ يعني هو إذا هو ما قالها هو مش راح يهاجم حدا قالها يعني. بس أنت بتقولها ولا لا؟ أنا؟ هلا قد أقول عادي. أيوة. ما غير موضوع. بس بدك وين بدك يعني أحكيها؟ استنوا شوي. وين بدك يعني أحكيها؟ على الإنترنت ولا بدك يعني أحكيها في 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 حياتي؟ مش لصاحبك أكيد بكفش على الإنترنت. على الإنترنت ممكن أحكيها. شكله لا، لهلأ ما حكيتها. لا ممكن أحكيها عادي، أنا إذا مقتنع في إشي راح أحكيها. لا بس هو الناس بتوقع اللي بده يحكي عن الحرية والسقف العالي بدك تكون أنت عم تعملها. يا ستي ما أنا عملتها كذا مرة في حياتي، أنا ما بقول لك أنا عملتها كذا مرة. في النهاية هذا صح حر.